ولمناقشة هذا الملف تنضم معنا مباشرة مرشحة حزب الحل عنينة ودكتورة هند القيسي، مرحبا بك في النشرة الرئيسة. بداية دكتورة، يعني كيف تتابعون أوامر صرف الأموال لنينوى؟ يعني ما انعكاس ذلك على إعادة الحياة للمحافظة التي عانت الكثير؟ مرحبا وتحية طيبة للمشاهدين الأعزاء. مثل ما تعرفون أن الأموال هي عصب الحياة، وأن هذا صرف هذه المبالغ سوف ينعكس بالتأكيد بصورة إيجابية على سير الحياة في تلك المحافظة. نعم، أرحب بك مرة أخرى دكتورة هند القيسي. يعني 12 مشروعا وصرف تعويضات الوجبة الأولى للمتضررين، يعني أموال التعويضات، يعني هل ستساهم يعني هذه في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وعودة النازحين لمناطقهم المستعادة من سيطرة داعش؟ تفضلي. بالتأكيد سوف تساهم بشكل كبير. مثل ما تعرفون أنه لما تصرف هذه المبالغ ممكن لأي شخص متضرر أن يقوم بإعمار محله التجاري أو منزله، أو بصورة عامة سوف ينعكس على المدينة وعلى الصورة العامة لتلك المدينة تجاه الزائر وتجاه الراعي. دكتورة، يعني كيف من الممكن أن تعزز هذه المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة المحلية؟ كيف يمكن أن تعزز من دخول الاستثمارات وتحسين الاقتصاد؟ مثل ما تعرفون أنه لما إجا السيد الكاظمي إلى محافظة نينوى أنطى دعم كبير للمواطنين في هذه المحافظة، بعث بأنفسهم الأمل من جديد، وأكبر دليل هو التفاف الناس حوله في أثناء زيارته، هذا ما حضراتكم شفتوه. هذه المبالغ التي صرفت والقرارات الـ 22 اللي أقرها سيادة رئيس الوزراء تنعكس بصورة إيجابية بدون شك على الحياة في هذه المحافظة، كونها سوف مثل ما تعرفون هي شملت الجسور، شملت إعمار المستشفيات، أيضا شملت ما يتعلق بالمجمعات السكنية، خصوصا الأمر الذي يخص المدينة القديمة كونها مدمرة كليا، ممكن أن يتم تعويض أهالي هذه المدينة من خلال إنشاء مجمعات سكنية. كثير من الأمور الإيجابية صراحة، ونحن متفائلون جدا بزيارة السيد الكاظمي لمدينة الموصل، ونرى بأنها عبارة عن رسائل طمأنينة تبعث روح الأمل داخل المواطن المصلاوي. نعم، يعني دكتورة هند، يعني نينوى حظيت بدعم من السلطتين التنفيذية والتشريعية، يعني غير عن باقي المحافظات العراقية، يعني ما هي الأسباب التي جاءت بهذا الدعم الحكومي إلى نينوى؟ صراحة أختي العزيزة، أنه قبل مدينة الموصل أو محافظة نينوى بصورة عامة، نلاحظ مثلا محافظة الأنبار أيضا هي عانت من دمار، لكن إذا تجينا تقارنين بين الأنبار وبين الموصل ترى ماكو أي مقارنة. يعني بالعكس، كل ما جاء إلى الموصل أو محافظة نينوى بصورة عامة هو متأخر، لكن نقول أفضل من أنه لم يصل. الموصل أخذت جزء قليل من حقها. إحنا ما فقط نتأمل هذه القرارات، احنا نتأمل انه التنفيذ الجدي والفعال لهذه القرارات. فليس من ذو فائدة ان يكون القرار مجرد قرار او حبر على ورق، لكن زيارة السيد الكاظمي بعثت الامل في نفوس المواطن المصلاوي انه هذه القرارات فعليا سوف تكون او تنفذ على ارض الواقع. تحدثت دكتورة الان بان هناك يعني مطالب بجدية تنفيذ هذه القرارات، وهذا يؤكد مطالبات وتخوفات البعض. هناك تخوف لدى البعض من احتمالية تبديد هذه الأموال التي ستصرف لإعادة إعمار نينوى. أم برأيك أن المدينة ستحظى ربما بالدعم الكامل لإنصاف أهلها وإعادة ما كان فيها سابقا؟ بصراحة أنه مثل ما تعرفون كلكم وما يخفى على أي شخص أنه إحنا علينا من الفساد لفترات طويلة، وأيضا الأموال التي خصصت سابقا جيرت لصالح جهات معينة، لكن نحن الآن نرى الضوء في نهاية النفق. نأمل أنه إن شاء الله تعالى هذه المرة سوف تكون هناك جدية ونية فعلية من أجل الإصلاح لهذه المحافظة المنكوبة، فهي تحتاج إلى هذا الأمر وتستحقه، والناس مثل ما تعرفون عانت وما زالت تعاني لحد الآن.
احنا متأملين خير انه هذه ان شاء الله المبالغ سوف تصرف لما حددت لأجله. نعم يعني دكتورة هند، يعني نحن مقبلون على فترة انتخابية وهنالك استغلال من قبل بعض المرشحين من أجل دعم بعض المحافظات يعني للوصول إلى المقاعد الانتخابية، يعني وكونك أنت مرشحة عن نينوى ومطلعة على الأوضاع داخل نينوى وعن المنافسة الشديدة بين المرشحين للانتخابات، يعني ما هو برنامجك الانتخابي وما هي تطلعاتك للمرحلة المقبلة، يعني خاصة في دعم وخدمة مدينة نينوى يعني لرفع الظلم والحيف عن أهلها؟ بصراحة أختي العزيزة، أنت تعرفين أنه الوضع الاقتصادي هو من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطن. دائما إحنا جماهيرنا يسألوننا أنه هل بالإمكان توفرون فرص عمل؟ المواطن البسيط العادي يعقد كل آماله على تعيين باستفاضة جيش أو حشد أو إلى آخره. نحن دائما نتكلم بصراحة ونخبر الجميع بأنه مسألة التوظيف وأن نعيشهم بأحلام وردية هي ليست من صفاتنا، لكن نوعدهم دائما أنه الطريق الوحيد هو توفير فرص العمل من خلال إنشاء الاستثمار، تنشيط القطاع الخاص، ممكن إجراء مشاريع بين القطاع الخاص وبين القطاع العام، الهدف منها توفير فرص العمل للمواطن. هذا ضروري جدا لأن المواطن لازم يأمن أنه يكون عنده مصدر للرزق أو على الأقل راتب شهري، هذه من الأمور المهمة جدا. إضافة إلى ذلك ما يتعلق بالبنى التحتية، ولا يخفى عليكم الدمار الذي موجود في هذه البنى التحتية، حتى وإن كان حاليا ما يجري هو من أجل استغلال هذه من أجل الانتخابات أو اعتبارها ترويج من أجل الانتخابات، لكننا نعتقد أن هناك فعلا نية في العمل على تنفيذ هذه الوعود التي تم إطلاقها وهذه القرارات، وهذا كله يصب في صالح المواطن إن شاء الله تعالى. نعم، مرشحة حزب الحل عن نينوى الدكتورة هند القيسي، شكرا جزيلا لك.